السلام عليكم طلبنا الأعزاء، هذا فيديو راح يكون ملخص ومختصر للأودونتوجينيكسيست بارت 2. طبعا هذا الفيديو لا يغني عن حضور المحاضرة، فقط راح يكون من ناو جاي، فقط شيء مختصر بقدر ربع ساعة أو ثلث ساعة. مثل ما تتذكرون أنه عندنا الأودونتوجينيكسيست، هي السيست عبارة عن pathological cavity. pathological cavity تكون محاطة بإبيثيليوم، راح يكون عندنا حسب هذا الابيثيليوم راح يكون عندنا نوعين من السيست. اذا كانت السيست محاطه بابيثيليوم جاي من الاودونتوجينيك تيشو نسميها اودونتوجينيك سيست، واذا كانت السيست اللي موجوده بالاورال كافيتي او النك جايه من نان اودونتوجينيك تيشو راح نسميها نان اودونتوجينيك سيست، اللي ناخذها في المحاضره القادمه. الأودونتوجينيكسيس مثل ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة عندنا نوعين تكون سببها inflammation، اللي هي البيري أبيكال سيست، تبدي مثل ما تعرفون اللي يصير عندنا عادة source of infection مثل tooth caries الموست كومن. التوث caries ممكن توصل للدنتين، ورا ما توصل للدنتين توصل للبلب، إذا وصلت للبلب راح يسمينها palpitis. من البالبايتس يمكن هذا البكتيريا تنتشر الى البيري ابيكال تشو سوينا بيري ابيكال انفلاميشن وغرانيلوما. بعد الشفاء او نتيجه استيميليشن تعرفون راح تنفرز تجي الليمفوسايت والبلاد وايت بلاد سيلز، خصوصا الليمفوسايت راح تفرز مواد ممكن تحفز الخلايا الاودونتوجينيك تيشو الامبريونيك وان، اللي هي الريست سيلز اوف سيريز، الدنتال لامينا، الريست سيلز اوف ملايسيس. ممكن هاي الخلايا تتحفز نتيجه ذني انفلاماتوري ماركرز، وراح يبدي كنتيجه هذا استمرار الانفلاميشن راح تصير عندنا سيست راح يتحوط المنطقه بابيثيليوم. هذا الابيثيليوم طبعا يكون مقاوم للبكتيريا وراح تكون داخله فراغ سيست متكون من خلايا من جلايكوجين وبروتين واكسترا سيلولر ماتريكس، يعني فد شغلات معينه تكون كومبوننت مال سيست وراح نشرحها ويا كل سيست. الديفلوبمنتال سيست مثل ما شرحنا ايضا هسه اليوم نكمل بقيتها، فقط عليكم تميزون بين المصطلح التالي لاترال بيري ابيكال سيست، هذا نوعها من يكون بيري ابيكال انفكشن ويكون عندنا نون فايتال توث، هنا يكون نون فايتال توث يعني البلب مالته ميت لان السورس مالته هو بالبايتس. عندنا اليوم راح نشرح بالمحاضره شيء اسمه لاترال بريودونتال سيست، هذا يكون فايتال توث عاده، هنا يكون مهم هذا تفرقون بينه وبين هذا يكون فايتال توث. اللاترال بريودونتال سيست شبابنا هي ديفلوبمنتال، الابيثيليوم جاي عاده يجي من الدنتال لامينا، من الدنتال لامينا، هاي الدنتال لامينا اللي هي المفروض تكون فقط بالامبريونيك ويصير بها ريست وتتوقف عن النمو من يكتمل النمو ماسه. فهنا هذه راح تكون انترا اوسيس، تكون موجوده داخل العظم شبابنا، اللاترال بريودونتال سيست تكون موجوده بالعظم. اريدكم تميزون بين مصطلح انترا اوسيس داخل العظم او اكسترا اوسيس او بالسوفت تيشو. فاذا صار اللاترال بريودونتال سيست اذا هي ديفلوبمنت سيست، اذا صارت بالبون نسميها لاترال بريودونتال سيست، واذا صارت بالسوفت تيشو اللي هي الجنجيفا راح نسميها جنجيفال سيست. الجنجيفال سيست فاريدكم تميزون هي اثنيناتهم لاترال للتوث، لاترال للتوث تمام نفس الموقع، هذه تكون بالسوفت تيشو البرة، واللاترال بريودونتال سيست لا تكون داخل العظم جوا، داخل العظم جوا. تشوفون انه اكبر نسبه راح تكون عندنا هي راح تكون بالماكسيلاري عفوا بالمانديبل بالبريمولرز وبالكناين، بريمولرز وبالكناين تكون انترا اوسيس. التوث الداير مدايرها يكون فايتال، ما بي اي تسوس ما بي اي مشكله. فهذه عاده يعني مو السبب مالتها انفلاميشن، مو سبب مالتها انفلاميشن تمام. ايضا تلاحظون ممكن يكون عندنا روت ريسورشن، وعندنا هنا هذا يسموها تير دروب شيب بالراديولوجي، تير دروب شيب راديولوسنسي، تير دروب شيب مثل الدمعه يصير لونها تمام. ويصير عندنا دايفرجنس، دايفرجنس يعني انحراف، كلمه دايفرجنس يعني انحراف بالتوث، راح يصير عندنا انحراف بالتوث. فهذه اهم المميزات اريدكم تعرفوها بالنسبه لللاترال بريودونتال سيست. شبابنا السيست ممكن تكون يوني لوكيلر عباره عن غرفه واحده،
او تكون السيست مالتي لوكيولر، متكونه من مجموعه غرف، غرف. نفس الشيء هاي اللاتا بريدونتال سيست، اذا كانت غرفه واحده راح نسميها لاتا بريدونتال سيست، اذا كانت تحتوي على مجموعه غرف راح نسميها البورترويد اودونتوجينيك سيست. وتركزوا لي عليها خاف تجيكم بالام سي كيو. شوفوا هنا هذه هي يوني لوكيولر، هذه هم يوني لوكيولر. فرقوا ليها عن هذني، هذني يكون مالتي لوكيولر، يسموها كلاستر اوف جريب، مثل عنقود العنب يصير، فهذني يصير كلاستر اوف جريب. هاي شكلها ذني اللاتر بريدونتال سيست، هي اصلا شكلها مثل العنبايه، بس اذا كانت مجموعه من ادهم راح تكون مثل كلاستر اوف جريبس، مثل عنقود العنب. شوفوا السيست بوث فايتال، صار بيها دايفرجنس، شوفوا صار بيها دايفرجنس، راح تشوفون بعض الروت ريسوربشن صاير. هذه هي اهم المميزات اللي موجوده بها. الهيستوباثولوجي مالتها طبعا الابيثيليوم هنا كيراتينايز كلاستر اوف جلايكوجين ريتش ماتيريال كلير ابيثيليال سيلز، ماكو فد شيء مميز عدا النقاط اللي وضحناها، انه هي تكون لاترال للبون، لاترال التوث، تكون التوث فايتال تير دروب شيب، تكون ممكن نيولي لوكيولر ويكون مالتي لوكيولر. هذني اهم المميزات والكلينيكال فيتشرز اللي اريدكم تعرفوها بالنسبه للاترال بريدونتال سيست. وهذه هي ديفلوبمنتال ماجنت توث فايتال مو انفلاميشن، تمام. ممكن تظهر بالادلت، وقلنا هذا يصير انترا اوسيوس داخل العظم. انترا اوسيوس، الاوسيوس تشو او الاوستويد تشو هو البون، الاوسيوس هو البون، هذا الليجن يكون انترا اوسيوس داخل العظم. اذا صار طبعا شوفوا هنا شباب الهيستوباثولوجي راح تشوفون فد نون كاركترايز ابيثيليوم وكلستر اوف جلايكوجين ريتش ماتيريالز، وراح تشوفون صايره مثل النوديول. تشوفون هذه مثل النوديول، هذه النوديول اذا نفحصها جوا راح نشوف بيها سويرلينج، يعني شلون الدوامه، شكل الدوامه هذه يصير مثل شكل الدوامه، هاي يسموها سويرلينج. فهذه ايضا فيتشر ننتبه عليها بالسوفت تشو. راح تشوفون النوديولار ابييرنس، هذا هو الابيثيليوم نون كيراتينايز ابيثيليوم، الاوريجن مالته من الدنتال لامينا. هنا يعني ديفلوبمنتال، نتيجة ديفلوبمنت تتحفز هذه الدنتال لامينا، ونتيجة انفلاميشن نتيجة فد ايرور بالديفلوبمنت وبالجينات اللي سيطر على الكنترول اوف مالت الميتوسيس. فاذا هذا الابيثيليوم بدا لسبب من الاخر بدا يكون سيست، وهنا تلقون جلايكوجين ريتش ماتيريال وذ اكسترا سيلر ماتريكس تكون موجوده جوا. بالابيثيليوم، قلنا راح نشوف هذا السويرلينج ابيثيليوم، وراح تشوفون نوديول مثل هذا هو الابيثيليوم العادي، هاي هنا صايره نوديول، وتشوفون هذا السويرلينج اللي هو شكل مثل الدوامه. هذا شبابنا بالنسبه لللاترال بريودونتال سيست. نفس اللاترال بريودونتال سيست نفس هذا هم جاي من الدنتال لامينا، بس هذه وين تصير؟ من عفوا من ريد سيلز اوف سيريس، بس هذه وين تصير شبابنا؟ هذه تصير بالسوفت تشو بالجنجفة، نفس المواصفات يعني نفس الخصائص، بس طبعا هاي ما بيها راديولوجيكال ابييرنس ولا اكو دايفرجنس بالروت ولا روت ريسوربشن. ليش؟ لان هذني صارت بالسوفت تشو، لان صارت بالسوفت تشو. راح تشوفون سمول بينك بلوش painless، ومرات يعني مرات هي طبعا كأي مكان في جسم الإنسان. هذه السيست الأوريجن مالتها مو inflammation وإنما من السيل rest of series، بس ممكن يصير بها infection حالة حال أي تشو بالجسم. فهذه مهمة تفرقون بها شباب، هذه الكوز مالتها يكون developmental، نفس الشيء بتكون بالمانديبل، أكثر شيء بالبريمولرز والكناين، بالمنطقة مال البريمولرز والكناين. بس شبابنا النقطة اللي ننتبه عليها أيضا ممكن تكون بالماكزيلا، بس more commonly بالمانديبل. تنتبهون عليها شباب، هذه وين صايرة؟ بالسوفت تشو برا، مو داخل العظم، لا تكون برا العظم. لهذا ما تلقى راديوليوسنسي، مو تكتب راديوليوسنسي، ماكو راديوليوسنسي لأن مو بالعظم، ماكو root divergence، ماكو انحراف بالروت مال توث، هاي كلها ما موجودة عندنا، تمام؟ لان هاي وين صايره؟ صايره بالسوفت تشو، صايره بالسوفت تشو.
شبابنا نفسها هاي الجينجيفال سيست ممكن تصير عندنا بالأدلت، ممكن تصير عندنا بالطفل أول ما يولد، أول ما يولد. زين، فهاي همينة تجي من طبعا الدينتال لامينا، السيلز مع الدينتال لامينا المفروض كانت تتوقف بس استمرت بالنمو. يسموها ايضا بونز نوديو، هذا يسميها بون نوديوس. راح تشوفون هذه السيست موجودة، السيست موجودة بالجنجبة. وين موجودة؟ بالجنجبة. زين، فهذني تكون عادة painless، بس الأم والأب طبعا طفل جديد جاي وشايفين هاي بحالة غير يتخبلون، فطبعا رأسا يجيبوا لكم إياها العيادة شبابنا. هذه تقول لهم هذه ما بها أي مشكلة وتروح وحدها خلال 3 أشهر، ما لا تسوي لها أي شيء ولا تعرضون الطفل لهذا الأي بروسيجر unnecessary. هاي شباب ذني السيستات تروحان وحدها. هذني يصير بالجنجفة. أكو فد جزء من عندها نسميها الباليتر، الباليتر أو البالاتين سيست. البالاتين سيست هي نفسها الجنجفال سيست، بس وين صايرة شباب؟ بالباليت، بالباليت. هاي نفسها يسموها إبستيان بير، يعني شكلها مثل اللؤلؤة، فيسموها إبستيان اسم العالم اللي اكتشفها، بير إبستيان بير، اللي هي يصير شكلها مثل اللؤلؤة، تكون موجودة بالبالتاين. الأورجن مالتها نفسه من الدينتال لامينا، وممكن شبابنا هذه وحدها تروح سبونتينيوسلي رابتشر، تمام، لا تسووا لها أي تداخل جراح، نو تريتمنت از نيسيسري، تمام، لأن هي مباشرة راح تروح ويا الأورال إبيثيليوم وديسشارج دير كونتنت وما بها أي مشكلة شباب، ولا فيها ريسك مال إنفكشن. فهذه بالنسبة للجنجيفال سيست أوف نيوبورن. من أخطر الأنواع اللي عندنا شبابنا هو الجلاندولار أودونتوجينيك سيست، أو نسميها السيالو أودونتوجينيك سيست، لأن تفرز مادة الميوسين. طبعا أسيمتوماتيك، سلو جروث، بس تكون أجرسيف، ويكون الجو يكون إكسبنسايل، يعني حتى شوف العظم شلون بدأ يتآكل. طبعا انترا اوسيس داخل العظم. طبعا شوفون التوث ريسوربشن، شوفوا اصلا حتى التوث بعد يصير بي ديسبيسمنت، يعني بسهوله بس سحبه خفيفه ممكن يجي وياك السن. شوفوا شو عم يسوي تاكل بالبون، يكون اجريسيف. صح هو سلو بس اجريسيف، وشوي شوي ينمو ويتحول. شوف كانه مبين كانه سيست، كانه مبين جنجيفال سيست، بس من نسوي له اكس راي راح يبين انه هو لا موجود بالعظم. هذا تكون فيتشر او كاركتر فيتشر للجلاندولار سيست. طبعا حتى تتاكد لازم نسوي هيستوباثولوجي. الهيستوباثولوجي هو المميز عندنا شباب. يعني تشوفون بالابيثيليوم مالته، اريدكم تشتبهون على هذه المناطق. هذا يصير مثل الجلاند، مثل الغده. هاي الغده تفرز مواد مثل الميوسين داخلها. زين، الابيثيليوم هو يكون ستراتيفايد سيكويموس ابيثيليوم. اللي يميزها شباب، اللي يميزها شباب هو الميوسينس ماتيريال. هاي الميوسين او الميوسينس ممبرين اللي هي مادة مخاطية مثل الميوكس. الميوسين هي ميوكس مخاط، نتيجة انه هذه الجلاند، هذا الجلاندولار ابيثيليوم، هذا الابيثيليوم هو يفرز ميوسين. هذه هي اهم كاركترستيك فيتشر بالهيستوباثولوجي حتى تميزه، حتى تميزه لازم يقول لك على هذا النوع، لازم يعطيك انه بالهيستوباثولوجي، بالهيستوباثولوجي مالته راح تلقى هذه الجلاندولار ابيرنت او الميوسينس، يعني الميوسينس ماتيريال موجوده داخل الابيثيليوم. هذه الميزه الوحيده تكون تركزوها بالام سي كيو شبابنا. بعض الخصائص الاخرى اللي موجوده بها تكون سلو جروث، اسيمتوماتيك، اجريسيف، عدواني، عدواني يسبب تآكل بالعظم. شوفوا شبابنا، بحيث انه من كثر ما متآكل العظم كأنه مبين هنا، شوف كأنه مبين صار بالجنجفة بس حقيقة هو بالعظم. هذا الليجن انترا اوسيس داخل العظم، نشوفون الراديولوسنسي واضحة، روت ريسوربشن، ديسبليسمنت اوف ذا توث، كلها هذه موجودة بالكاركترستيكس مالتها. التشخيص النهائي يتطلب الهيستوباثولوجي، لازم اكو هيستوباثولوجي، ولازم تشوفون الميوسينس ماتيريال، الميوكس سيلز كلاستر والسيست لايننج ابيثيليوم، وتشوفون داخلها. وممكن تتحول الى لو جريد كارسينوما، لو جريد كارسينوما.
فشبابنا هذه هي intraosseous، بالبداية تكون painless، 80% بالماندبل أكثر، ماكو مشكلة بين الفرق، ماكو فرق بين الميل والفيميل، slow growth بس aggressive، intraosseous، multilocular، ill-defined shape. زين شبابنا، الفيتشرز الأخيرة اللي أريدكم تعرفوها إنه بالباثولوجي ماتها لازم تشوفون الميوسينس ماتيريال، الميوسينس ماتيريال. تمام، الشغلة المميزة الثانية شبابنا هو الريكرنس. هذه أكثر وحدة من السيستات، أكثر سيست، أكثر the most common cyst to have recurrence، the most common odontogenic cyst to have recurrence هي الجلاندولار. نسبة العودة مالتها بين 25 إلى 30%، يعني تقريبا ربع المرضى أو 30% من المرضى، ثلث المرضى تقريبا راح يرجعون ورا فترة وراجعت لهم هذه السيست بها هاي ريكرنس ريت. لهذا التريتمنت مالتها لان هي اجريسيف، لوكالي اجريسيف شبابنا، لازم يكون بروبر انوكوليشن وبروبر سيرجيكال ريموفل، تتاكدون شادين كلها ويا سيف مارجن وتسوون كيوريتاد وراها او مارجنال اكسجين حتى تاكدون ما باقي اي سيلز، لان بكت هاي سيلز متفعله هذه السيلز لولي جروث وترجع يصير ريكرنس. هاي الميزات الأساسية شبابنا اللي أريدكم تعرفوها بالنسبة إلى هذا. آخر واحد عندنا شباب هو الكالسيفاينج أودونتوجينيك سيست، ونسميه غورلين سيست. غورلين سيست إذا تذكرون إحنا بالمحاضرة السابقة أخذنا الغورلين سيندروم. غورلين سيندروم هذا اللي يصير بالعائلات ويصير عندنا الأودونتوجينيك كيراتوسيست. هذا لا، هذا يسموه غورلين سيست، نفس العالم اللي اكتشف ذاك المرض هو اكتشف هذه السيست، لهذا يسموها الغورلين سيست. شبابنا طبعا هذه يعني من المميزات مالتها انه ممكن تكون انترا اوسيوس، ممكن تكون اكسترا اوسيوس، ممكن تكون انترا اوسيوس لهذا ممكن تكون موجوده بالجنجيفا، ممكن تكون بالماندبل، ممكن تكون بالماكسيلا. السيلز مالتها الاودونتوجينيك سيلز مالتها هي الريس سيلز اوف سيريس، الريس سيلز اوف سيريس اللي موجوده بالدنتال لامينا. فهذه شبابنا الميزه حلوه، يعني ميزه مميزه. طبعا احنا ما نقول حلوه على امراض، فد ميزه موجوده بها انه حتى تفرقون بها انه هاي تكون ممكن تكون موجوده بالبون انترا اوسيوس، وممكن تكون خارج البون بالجنجيفا او بالسوفت تشو نسميها اكسترا اوسيوس. فكلمه اوسيوس ترمز الى العظم، انترا اوسيوس واكسترا اوسيوس. الشغله المميزه الاخرى شبابنا هذه ممكن تكون سيستيك، تكون سيستيك ليجن يعني فيلد وذ فلويد، يسموها الكالسيفاينج اودونتوجينيك سيست. ممكن اكو سوليد فورم وممكن اكو مالجنانت فورم، يعني اكو سوليد اللي هي تصير بيناين تيومر ونسميها دنتوجينيك غوست سيل تيومر، وبها ايضا مالجنانت ممكن تكون مالجنانت اللي هي نسميها غوست سيل اودونتوجينيك كارسينوما. فشبابنا هذه الميزه الثانيه، الميزه الاولى قلنا ممكن تكون انترا اوسيوس واكسترا اوسيوس. الميزه الثانيه انه قلنا طبعا تكون ممكن تكون سيستيك، ممكن تكون بيناين تيومر، ممكن تكون مالجنانت تيومر. الشغلة الثالثة اللي موجودة الموجودة مميزة بها شبابنا هو التكلس، الكالسيفيكيشن، موجود بها تكلسات. شوفوا يا شباب هذه داخل هي طبعا راديو لوسنت سيست، هذه انترا اوسيوس هنا. فإذا كانت انترا اوسيوس طبعا راح تكون بها كاركترستيك شبابنا. الانترا اوسيوس شوفوا هذه، هاي نفسها وهذا نفس المريض هنا. راح تشوفون عندنا انه الليجن شبابنا هذا المريض هو نفس هذا المريض. راح تشوفون انه اكو تكلس كالسيفيكا، لهذا نسميها شبابنا من اسمها كالسيفاينج يعني بها تكلس. فصارت الميزه الاولى ممكن تكون انترا اوسيوس اكسترا اوسيوس، الميزه الثانيه تكون ممكن سيستيك، ممكن تكون بيناين تيومر يعني ممكن تكون سيست ممكن اللي هي كافيتي، ممكن تكون بيناين تيومر اللي هي سوليد، او ممكن تكون مالجنانت تيومر اللي هو غوست سيل اودونتوجينيك كارسينوما اللي هو سرطان. ميزه اخرى شبابنا بالهيستوباثولوجي مميزه جدا بها هي البريزنس اوف غوست سيلز، هاي الخلايا يسموها الخلايا الشبحيه مثل الشبح شكلها. تمام،
تكون النواة حتى بعدها ما تبين، لهذا يسموها شبحية، يسموها ghost cell. لهذا أريدكم تنتبهون على هذا الاسم، من تشوفون كلمة ghost cells وتقرن. تعرفون الأودونتوجينيك كيراتوسيست أيضا تكون مقرنة، بس هنا الميزة أكو ghost cells، وهاي الghost cell في بعض الحالات تفرز مادة الدنتين، فتلقى دنتينويد ماتيريال، دنتينويد ماتيريال. هاي الشغلة لازم تميزوها بالهيستوباثولوجي شبابنا. هذه إن شاء الله أهم الشغلات، مثل ما قلنا المحاضرة مختصرة مركزة وبيها أهم النقاط وليس شرح مفصل، لهذا يعني أريكم أشجعكم أن تداومون بالمحاضرات مع جزيل الشكر.